مستعدين لحلقة جديدة من سنابل نيوز؟ خلونا نبلش بالعناوين. أهمية الصداقة بحياتنا اليومية. ريتا من العراق موهبتها بصوتها الجميل. رسالة من صبي عمره 10 سنين عم بيقول إنه أهله بيعاملوا خيه يلي عمره 18 سنة غير عنه. من مصر كوبتيك جوت تالنت. كيفكن يوم؟ مستعدين لحلقة جديدة من سنابل نيوز؟ مثل ما كلكن بيعرف برنامج السنابل نيوز منخبر فيه نشاطات الأطفال المسيحيين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مستعدين تنسمع الخبر الأول؟ في أصدقاء بيكونوا لقلنا أقرب من إخواتنا، مشان هيك لازم ننقي أصدقاء أمناء ونوثق فيهم. شو أهمية الصداقة بحياتنا اليومية؟ تقرير من لبنان بيلقدها. هاي معكم جنى من السنابل نيوز. يوم الصداقة العالمي لشو بيهدف هنهار؟ خلونا نشوف سوا. ب 27 نيسان 2011 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 تموز يوم رسمي للصداقة، وهيك صار كل العالم بيحتفل بهنهار بيوم الصداقة العالمي. شددت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أهمية الصداقة وحاجتها بالمجتمع. من هون كانت الحاجة لإعطاء قيمة للصداقة وتشجيع الناس على بناء صداقات، لأن الصداقة بتطور الثقة وبتقوي روح التضامن والمشاركة عند الإنسان. الصداقة بالنسبة لي عن جد شيء كتير مهم، وهي ركيزتها الأساسية هي المحبة. فهي أكتر من أنه مجرد علاقة بين اثنين، هي عن جد علاقة ما فيها تحصل إلا إذا كان في المحبة ويسوع من خلالها، لأنه هي بتتعدى أنه الواحد يقضي وقت مع التاني. هي أكتر أنه سعادة هالشخص تكون أهم لإلك من سعادتك، تكوني عم تعطيه بلا ما ضروري تنتظري المقابل. الصداقة هي من أهم الأشياء اللي الشخص بيقدر يكون عم بيعيشها وعم بيحصل عليها، لأنه هلأ كتير صار في مصالح والعالم كتير عم تفكر بأنانية. فأنت عن جد أنك تلاقي صديق يكون تعلقك فيه بعيد عن كل حيالة مصلحة، بركة هذا أهم شيء معقول لقيه. فبالنسبة إلي الصداقة هي من أهم الأشياء لحتى الشخص يكون عم بيعيش بركة سلام داخلي أو عم يكون عم بيعيش مبسوط بالحياة. خبرونا أكتر عن صداقتكم وقديه صار له. تعرفنا نحن وصغار، يعني كان عمرنا 7 سنين تقريبا، فصداقتنا صار لها تقريبا 12-13 سنة، وبلشت هي من شيء صغير كتير، يعني بلشت انه تعرفنا بالفوتبول، بس هلا صارت يعني صرنا تقريبا اخوه. اذا بدك صداقه هو الشخص اللي بيعرف يصغي ويساعد غيره ويعرف يحبه اهم شيء، لانه بس يكون هذا الصديق عم يعرف يحب بهالطريقه بكون عم بيكون صديق منيح وعم بيقدر يساعد غيره بشكل منيح. واكيد يعني ما حدا غير يسوع هو افضل صديق واحلى صديق. الصديق هو كنز ثمين، هو مصدر السلام والطمأنينة. أهم شيء بالصداقة الإخلاص. كل عيد صداقة وأنتوا أحلى وأعز الأصدقاء. كانت معكم جنى من سنابل نيوز. الله عطى كل واحد منا مواهب متعددة، وعلينا تنمية مواهبنا بشكل يومي. ريتا من العراق عندها موهبة خاصة. تقرير من العراق. أنا اسمي ريتا بشار وعمري 10 سنوات، واني هنا أنا بكنيسة مار بولس. هسا اني راح اعرفكم عن موهبتي. يفيض من حبك ويشدو دوما احبك. لما جيت للكنيسة بالتعليم مسيحي كان الصبا معلمتنا للجوقة كانت تعلمنا اناشيد، وبعدين شاف الصوت حلو قالت لي لازم تنضمين للجوقة، وأنا بعدين انضميت. ريتا أنا دائما أنه أدزلها تراتيل. عندنا جروب للجوقة، ريتا هي أصغر طفلة
داخلة ويانا بالجوقة إنه أعمارهم كبيرة، بس أنا ما أعتبرها هي صغيرة لأنه صوتها أكبر من عمرها. أحبك يا إلهي، لي آخر نسمة في حياتي. طبعاً أنا وأمها دعمناها كلش، نشجعها دائماً أنه ترتل، خاصة من نصلي يعني نقولها تعالي ريتا رتلينا صوتك حلو، وإذا عدفت ملحوظات ننطيها حتى نحسن من أدائها. أنا أحب كل التراتيل، أميل إلى تراتيل الهادئة أنه هي تدخل بقلبي. طموحي أنه أنا أبقى مرتلة وعندي يعني تراتيل وسيديات، وهاي التراتيل تعبر السلام للناس المسيحيين بالعراق. في أسئلة كثيرة عم تطرحوها بحياتكم وما عندكم جواب لها، السنابل نيوز بساعدكم للحصول على بعض الأجوبة. واليوم عنا سؤال رح نواجهه مباشرة مع الدكتور أنطوان الشرتوني. مستر أنطوان، منرحب فيك ببرنامج السنابل نيوز. في عنا سؤال حابين نسألك إياه. وصلت لنا رسالة من صبي عمره 10 سنين عم بيقول إنه أهله بيعاملوا خيه يلي عمره 18 سنة غير عنه، يعني بيعطوه كل الصلاحيات مثل السواقة وبيروح مطرح ما بده، ليش؟ أوكي، أول شيء بقول لصديقي أكيد في فرق بين عمرك وعمره لخيك. خيك صار بالجامعة يعني صار عمره فوق ال 18 سنة، لكن هو صار وقت بنصير فوق ال 18 يعني بنصير مسؤولين عن حالنا وعن كل تصرفاتنا. مش يعني إنه الماما والبابا ما بيصيروا مسؤولين عنا، لا بضلوا مسؤولين عنا، بس بنصير منقدر ناخد قرارات لوحدنا بدون مساعدة أي حدا. القرارات كمان بنقدر نستشير الماما والبابا، بس مثل ما قلت بنقدر ناخدهم نحن ونحن مسؤولين عن كل قرار بناخده. بينما انت لو بعدك صغير من هيك الماما والبابا ما بيخلوك تعمل اللي بدك اياه. لخيك لانه صار شوي اكبر بخلوه يظهر يصير مع اصحابه، يروح مع اصحابه اكثر، يظهر اكثر. بينما انت لانه بعدك تحت ال 18 من هيك الماما والبابا بعدهم خايفين عليك وبعدهم هن مسؤولين عنك 100%. والله لا يقدر اذا صار معك شيء هن اللي حابين ليمو اول شيء، اللي حبيسالوا طب امه وبيو وين كانوا وقت صار معه هالشغله اللي منا كثير منيحه. فمن هيك لازم نكون نحن مع اهلنا عم بيساعدونا بكل شيء بكل قرار عم ناخده ما دام بعدنا نحن صغار. واكيد لازم نكون عم نسمع الكلمه منه لانه بالنهايه الماما والبابا هن بيعرفوا مصلحتنا كثير منيح، يمكن بيعرفوا مصلحتنا اكثر ما نحن بنعرف مصلحتنا. من هيك لازم نكون كثير اوبيسان، لازم نكون كثير عم نسمع الكلمه منهم. وبذات الوقت خيك لانه صار فوق ال 18 مش يعني انه هو صار بعيد عن امه وبيه عن ماما والبابا، لا اكيد لا، لانه اكيد رح يستشيرهم بكثير اشياء ورح بيسالهم كثير اشياء، بس هو لانه صار فوق ال 18 صار في كمان قرارات هو بيقدر ياخذهم لوحده. ويوما ما وقت تصير انت عمرك 18 سنه رح بتصير ذات الشيء، رح بتصير في قرارات انت بتاخذهم لوحدك، قرارات وافكار انت بتطبقهم بدون مساعده حدا، وبتصير تقدر تظهر اكثر وتروح مع اصحابك اكثر. وصدقني كثير مهم انه هلا تعيش الطفوله تبعولتك، تنبسط بالطفوله بكل دقيقه عم تمرق، تسلى والعاب قد ما بتقدر، لانه وقتها بتكبر رح بيصير في عندك مسؤوليات اكبر ورح بيصير في عندك اشياء تعملها وما بيصير في عندك كثير وقت لكل الاشياء، خاصه الاشياء اللي بتحبها، بتصير تقسم وقتك اكثر واكثر. من هيك هلا استفيد من وقتك، انبسط بوقتك قد ما بتقدر، وما تقارن حالك بينك وبين خيك لانه خيك صار فوق ال 18، هو مثل ما قلت مسؤول عن حاله بينما انت بعدك اصغر. يوما ما وقتها بتصير ب 18 بتصير تقدر تاخذ قرارات لإلك. انا بشكركم واكيد بشكر استماعكم، واكيد بنلتقى باسئله جديده اذا الله رضى. انا بشكرك على جوابك. اذا عندكم مشاهدينا اي سؤال بتحبوا تطرحوه نحن مستعدين انه نجاوبكم. بعثوا لنا اسئلتكم على الفيسبوك او الايميل. كابتك جوت تالنت بالموسم السادس، برنامج بيكتشف المواهب عند الاطفال. من مصر تقرير بيلقى الضوء. هاي انا شيري من السنابل نيوز مصر. الموهبه واحده من الوزنات اللي ربنا بيديها لنا عشان نخدمه بيها ونمجد اسمه،
احنا النهارده في مسابقه كوبتك جوت تالنت الموسم السادس، وهي من اكبر واهم المسابقات لاكتشاف المواهب من جميع الاعمار، وبتنظمها كنيسه الانبا انطونيوس بشبرا. دلوقتي تعالوا معانا نتعرف على بعض المواهب اللي مشاركه في المسابقه دي. كوبتك جوت تالنت المفروض ان هي مسابقه لاكتشاف المواهب المختلفه، بتكتشف الوجوه الجديده وبنغير بيها الساحه الفنيه. احنا تقريبا دلوقتي في الموسم السادس، بقالنا 6 سنين، عايزين بيها ان احنا نقول للوسط كله ان في نجوم وفي مواهب كتير محتاجين نسلط الضوء عليها. قربني ليك، الهب قلبي بيك، اسبي نفسي فيك، خليني هنا على طول معاك. كنت متوترة وخايفة شوية، بس بعد كده يعني لما هم قالوا لي كذا غلطة بتاعتي يعني هحاول أصلحهم يعني في اللي جاي. لازم تتدربي كتير عشان تعرفي كل طبقة بتطلع فيها. كل واحد عنده موهبة مختلفة، كلنا بنكمل بعض، كلنا بنشاور على إلهنا وربنا ومخلصنا يسوع المسيح. قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات، ليك معنانا بخلاص نفوسنا. لا تخاف يسوع مش هيسيبك، هيطمن قلبك بسلامه، ولا تلاقي يوم اللي يسيبك، اتعذب ربك وكلامه. انا طبعا مبسوطه بصوتك، انتي لما تبقي خبره شويه اكتر هتبقي احسن من احسن مرنمين في الكنيسه الارثوذكسيه. يحب الخدمة عشان يحب يظهر ما يبقاش خادم، ولو بدأنا ما يبقاش كاهن. لا انت تقصد ايه؟ حاسب على كلامك يا خدع انت. انا اسمي صامول ثروت من الملاك توسون، بلعب آلة اسمها ريكورد. انا موهبة التمثيل وجاي عشان امثل. يا بابايا يا احن اب، يا ملاك في بستان الرهبان. مواهب كتيره ومتنوعه شفناها واستمتعنا بيها على خشبه المسرح، وبنصلي ان ربنا يستخدمها لمجد اسمه، وبنقول مبروك لكل الفايزين وجود لك السنه الجايه للي ما كانش ليه نصيب في الفوز. من مسابقه كوبتك جوت تالنت الموسم السادس، كانت معكم شيري من السنابل نيوز مصر. كتير افلام بتضحك بنشوفها على شبكات التواصل الاجتماعي، نستعرضها سوا. تصوروا حالكم وترسلوا لنا صوركم ورسائلكم، نحن بانتظارها. أنا كتير زعلان لأنه خلصت حلقتنا لليوم، صار لازم ودعكم، بشوفكم بحلقة جديدة.